لان ليفربول لو فكر في مرموش هل ممكن يكون له علاقه بتجديد تعاقد صلاح ولا لا؟ ممكن. ممكن. طب تعالوا نشوف مع بعض. كوره بلس النهارده على منصه اكس قالت ان في تطور في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح وخياران على الطاوله، وقال المفاوضات مستمره من اجل تجديد العقد لكن لم يتوصل الى اتفاق حتى الان. اللاعب يمتلك خيارات اخرى مميزه سواء في الدوري السعودي او الدوريات الاوروبيه، ده نقلا عن احد الصحفيين في شبكه سكاي سبورتس. وانا معلوماتي صلاح مش هيلعب في الخليج. طيب انا بحسمها لك اهي. طيب خليني اقول لك برضو بعض المعلومات الخاصه. عندك معلومه بكده ولا ليه؟ اقول لك المعلومات الخاصه بالمشكله اللي ما بين محمد صلاح في مشكله. في مشكله كبيره جدا. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا المفروض السنه دي مش محمد صلاح بس اللي عقده بينتهي، احنا بنتكلم على 3 لاعبين، ارنولد وفان دايك ومحمد صلاح. طبعا محمد صلاح هو الاعلى راتب فيهم، و مفاوضات التجديد مع فان دايك ومع ارنولد تقريبا خلاص اقتربت من يعني من الوصول لحسم وهيتم التجديد. محمد صلاح حاسس ان هو اتركن على جنب شويه او ما كانش فيه جديه. في بعد ما كتب التويته على منصه اكس بدات الناس كلها تتكلم على علاقه محمد صلاح. تمام، ده رامي عباس طبعا يعني. اكيد. فبدات الناس تتكلم فبدا يفتح كده الكلام، عارف اللي هو ايه؟ مش جدي. ليه؟ انه واضح جدا جدا إدارة ليفربول مشكلتها مع محمد صلاح في راتبه وحتة العائد الفني منه خلال السنة القادمة. أنا النهارده هيجي بص لها من ناحية مالية، أنا عايز أوفر المرتب ده. حسبتهم غير حسبتنا خالص. بالظبط كده. أكيد. طيب.